السلام عليكم، وكيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة في القناة سارة في اليابان. أنا الآن في إجازة في السودان، واليوم أنا بتجهز خارجة لعرس زواج واحد من أقربائنا من الأسرة. فأول يوم هو ما يسمى فطور العريس، أنا بتجهز وخارجة. إن شاء الله كمان حصور لكم كل الأيام الثانية. أتمنى أنه تستمتعوا بالفيديو. يلا بينا نبدأ. طيب، دي في اليوم الأول من العرس، أهل العروس طبعاً بيكونوا ممثلين منهم، يعني عدد بسيط، بيجيبوا لأهل العريس كمية من المأكولات والمخبوزات، وبرضه الهدايا، الملابس والعطور، بتكون هدية من أهل العروس لأهل العريس. والهدايا لا تقتصر على العريس فقط، يعني بتكون في ملابس مثلاً للعريس، وبكون في لأم العريس ولخالته لعمته لأخواته، يعني للأسرة القريبة منه. وطبعا برضو السودانيين معروفين بالبخور والعطور، دي حاجة أساسية من الهدايا. في بتقدم برضو مخبوزات اللي هي عادة بتقدم للضيوف، يعني الناس اللي بيجوا يباركوا أيام العرس عادة بيقدموا لهم من المخبوزات دي. هو طبعا السودان بلد كبير جدا، يعني فالعادات قد تختلف من مكان لمكان، خاصة في الأقاليم يعني، لكن دي العرس، يعني عادة العرس في الخرطوم العاصمة. أهل العريس برضو عادة بيكونوا مجهزين هدايا للناس اللي جوا يسلموا الهدايا العروس يعني، لكن بس ما صورتها. المهم ده اليوم الأول. بعد كده بيكون اليوم الثاني، اليوم حنة العريس. دي اليوم الثاني أو برنامج حنة العريس، اللي هو بيكون عادة إما في صالة أو يعني برضو ممكن يكون في خيمة أمام منزل أهل العريس، يكون فيه فنان، وعادة بتكون وجبة إما عشاء أو غداء. نهاية الحفل بتوضع الحنة للعريس، وكمان أحيانا بعض الأصدقاء أو بعض الأهل المقربين ممكن برضو يضعوا الحنة في يدينهم. بس كده بسم الله
بعد كده بيكون اليوم الثالث اللي هو يوم الزفاف والجرتك. ده اليوم الثالث يوم الزفاف اللي هو بتكون الحفلة الكبيرة، يعني أكبر دعوة. في ناس بيعملوا بعدها الجرتك اللي هو الحفلة التقليدي السوداني، لكن ما متأكد اليوم حيكون الجرتك بعده ولا لا. بعد الزفة ودخول العرسان بتستمر الحفلة. طبعا ممكن برضو الناس يباركوا ليهم اللي عاوزين يتصوروا معاهم مع العرسان، يعني ما في جدول محدد، بس انه بتكون الحفلة مستمرة. وفي نهاية الحفلة كان الجرتك، فقرة الجرتك. انا بعد كده ما عندي كلام كثير اقوله، بس هخليكم تعيشوا معانا الاجواء الجميلة. الفيديو دي طبعا مهدى الى متابعيني من غير السودانيين بصفة خاصة، وطبعا برضو للسودانيين، بس أنا حبيت من خلاله أعرفكم على العرس السوداني، الطقوس بتاعته والأجواء بتاعته كأنكم بتعيشوها معنا. لحد هنا خليكم في أمان الله، وإذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك وتشاركوه مع أحباكم. خليكم في أمان الله، مع السلامة.